أهلا بكم مجددا في حلقة تبدأ معكم الآن ومشوار آخر من برنامج متداول. بالتأكيد تابعنا أهم وآخر الفيديوهات المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت على تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام أو أي منصة أخرى. على العموم كل تفاصيل تلك الأحداث سنتعرف عليها خلال الوقت القادم، لكن الآن سنتعرف على العناوين. الداخلية تسلم المتهم نور زهير إلى محكمة الكرخ. باستخدام الطلاء الأحمر تشويه قبر الشهيد هشام الهاشمي. العراق يحرز المركز الأول في البطولة الدولية للحساب الذهني. ومعلم يعاقب طالبا بضربه على عينه بالعصا. بعد أن ألقت وزارة الداخلية العراقية القبض على المتهم نور زهير المتهم بسرقة القرن قبل إقلاعه بطائرة خاصة من مطار بغداد إلى مطار أتاتورك في إسطنبول، قامت مديرية أمن وسلامة وزارة الداخلية بتسليمه إلى محكمة الكرخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون. المدعو نور زهير وهو أحد المتهمين بسرقة أموال تأمينات الضرائب، وهي أكبر عملية سرقة شهدها العراق، والتي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار سرقت من أمانات هيئة الضرائب. هناك مقطع فيديو للحظة تسليم المتهم إلى محكمة الكرخ من داخل أحد مراكز الاعتقال، حيث بدأ طبيعيا وهو يضع ساعة ثمينة على معصمه الأيسر، وجرت الإجراءات القانونية لتسليمه إلى محكمة الكرخ. مقطع الفيديو الذي سيظهر معكم الآن متداول منذ يوم أمس، وهو الشغل الشاغل للشارع العراقي حول هذه القضية التي تعتبر الأهم والأكثر تداولا على منصات التواصل. ما عندك فتشي بعد هنا؟ انت متريك؟ عارف يا فتح هذا تومر سيدي تومر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أكد أن وزارة الداخلية هي السند الحقيقي والذراع القوي لتنفيذ القانون، وأعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أعلن أن جميع المتهمين بسرقة أموال الضرائب موجودين حاليا داخل العراق، مبينا أن ثلاثة منهم تم إطلاق سراحهم بكفالة. أما التعليقات حول هذه القضية جاءت كثيرة، فاخترنا لكم نماذجا من تلك التعليقات، والبداية مع تعليق نسرين. تقول نسرين عن هذا المتهم وما جرى معه وتسليمه قانونيا من قبل وزارة الداخلية إلى محكمة الكرخ، تقول يخافون عليه من يصعد، خاف
ينطح صماخه، يقولون على كيفك، ما أدري ليش أحسها تمثيلية. تعليق آخر من رغد القيسي، تقول رغد القيسي في تعليقها: خوش فيلم هذا، كبش فداء راح بدال الروس الكبار، دا يقولون إحنا مسيطرين على الأمن والأمان، يلا خلي يرجع الفلوس اللي أخذها لعد الخزينة الدولة وانطوها للفقراء والأرامل والأيتام. هناك أيضا مداخلة من شيماء، تقول شيماء في تعليقها: هو هذا قابل وحدة غير أكو وحدة قابل غير أكو راس ورا، وإلا هو منو يعرفه حتى يسلموه هيجي مبلغ. هناك تعليق من حاجي علي، يقول حاجي علي: شلون معاملة وشلون يخافون عليه؟ تقول مو متهم، تقول عبالك مسؤول، حتى كلبشة بيدة ماكو. هاي لو واحد مظلوم وملبسيه تهمة بالغلط كان بالشتم والغلط والدفرات والزي الأصفر، ولا عبالك بايك ونص مليار دولار، مليارين ونص مليار دولار. هناك أيضا تعليق آخر من مش الشمري، مش الشمري، ام اس الشمري على العموم، في تعليقه: يعني فلوس تطلع وتروح عود لزموم، شنو من مسرحية اللي يقتل بسبايكر يبقى موجود، واللي يشيل شيلة ميزانية أجيال ويبوق العراق يبقى يحشي وموجود، شنو الفايدة من هاي المسرحيات؟ ويطلعوهن براس فلان وعلان وماكو لا حكم ولا غير، وذولا هم فوق القانون ماشين، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق من مستر زوزو 28، يقول: يعني معقولة هذا اللي باقهن ما حد ساعده عاونه على شيلتهن؟ وين ضمهن؟ لو هو إنسان اختاروه هيك قدامنا وراح يحاكموه قدامنا، وبعدين افلت والفلوس بتجيب. احنا الشعب اتفقنا كلنا انه ما نصدق ابد بالحكومة. أرعبهم بقلمه وصوته وهو على قيد الحياة، فغدروا به وقتلوه، ومع هذا لم يسلم منهم حتى وهو راقد في قبره. الباحث والخبير الأمني الأبرز هشام الهاشمي من جديد يعود اسمه يتصدر منصات التواصل وحديث العراقيين. فما هي القصة؟ صور متداولة ورائجة لقبر المغدور في مقبرة وادي السلام في النجف تظهر تخريب وتشويه صورته، ولم يكتفي المخربون المجهولون بهذا القدر فقط، بل كتبوا عبارات استفزازية على قبره ككلمة داعشي قاتل، مع وضع نقطة باللون الأحمر بمنتصف جبينه في الصورة وعلى صدره، في إشارة منهم إلى قتله بالرصاص. واقعة أثارت الصدمة والبلبلة بين العراقيين، فمن الذي يجرؤ على تدنيس القبر والعبث به والتجاوز على حرمة الميت؟ وما أن مرت بضع ساعات فقط حتى سارع محبو الهاشمي بزيارة قبره وقاموا بتنظيفه مع إزالة ملامح التخريب من فوق القبر. هذا عيني نظفناه القبر، وهذا شوفه، هذا الكنيس، هذا ويا الله يرحمه، هذا عيني نظفناه القبر، وهذا شوفه، هذا الكنيس، هذا ويا الله يرحمه، هذا عيني نظفناه القبر، وهذا شوفه، هذا الكنيس، هذا ويا الله. المحلل والخبير الأمني هشام الهاشمي قتل أمام منزله بمنطقة زيونة ببغداد في يوليو عام 2020، بعد أن أمطره مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية أمطروه بوابل من الرصاص الحي، فأردوه قتيلا، وإلى اليوم قاتله بلا محاكمة رغم اعترافه بالجريمة.
الآن دعونا ننتقل بكم إلى السوشيال ميديا، نتعرف على ردود الأفعال والتعليقات، والبداية ستكون مع بلقيس عباس التي علقت على حادثة تشويه قبر الراحل هشام الهاشمي بتلك الصور التي شاهدناها أو ما ظهر عبر تلك الصور. تقول بلقيس عباس: رحمك الله يا هشام، حتى هو بالقبر وجثة هامدة وما سلم من أيادي الغدر، صدق كذب والله فشلت. هكذا أفعال مهما كان الميت وتوجه الديني أو السياسي، هو إنسان ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنو معنى هيك تصرف؟ فهموني. هي تقول. هناك تعليق آخر من عامر القيسي يقول: يقول الشهيد هشام الهاشمي رحمه الله: لنا عراق واحد، وما يصيبني اليوم سيصيبك غدا حتى وإن بعد حين. الرحمة والخلود لشهيد الكلمة الصادقة. أنت في قلوب الشرفاء، أرقد بسلام بجوار ربك العظيم، وربنا يحفظ كل وطني غيور ما يرضى بإهانة عراقي. تعليق من عمر يقول في تعليق عمر الجميلي: عادي، ما راح يأثر شيء أو ينقص من قيمته، إنسان عاش واستشهد وهو مرفوع الرأس، ما راح ينزل من قيمته شيء على مود صبغ وكتابه، معروف هو منه ومعروف المضغوطين منه. تعليق من مسلم يقول مسلم غني في تعليقه: هذا جزاء اللي قدم الاستشارة الأمنية والدعم المعنوي لأبطال قواتنا الأمنية، من يفعل هذا الفعل هو داعشي بامتياز، لأنه ينتقم لداعش بفعلته. هناك مداخلة من دينا ساهر، تقول دينا في تعليقها: شكرا لكل متبرع نظف قبر المرحوم هشام الهاشمي، لوعة القلب التي لا تخلص، رحمك الله ولعن الله قاتليك. وليش هيش يخربون قبور الشهداء؟ الرموز دائما، شنو الفكرة والغاية؟ ترى ماكو هيش خباثة، حتى حرمة للميت ما بقت عندهم، شنو من بشر هذول؟ ما أدري. أطفأت تشرين شمعتها الثالثة، لكن حلم شبابها وإيقوناتها لم ينطفئ أو يتلاشى بعد. إصرار وعزيمة وشعلة جديدة من الأمل بغد أفضل وعراق حر يخلو من الأحزاب ومن الفاسدين. إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الأمنية مع إحياء التشرينيين ذكرى انتفاضتهم السلمية، وبرغم التوجيهات العليا بتأمين الحماية للمتظاهرين ومنع استخدام السلاح والغاز المسيل للدموع، رصدت الكاميرات لحظة حدوث تصادم بين متظاهرين وقوة أمنية حاولت تفريق جموعهم في ساحة التحرير. فيديو يعتبر الأكثر رواجاً وتداولاً على منصات التواصل لمنتسب أمني صدم العراقيين وفاجأهم بما فعله، بما قام به من فعل غير مبرر إطلاقاً، تصرف فردي لا يحسب على قواتنا الأمنية البطلة. لنشاهد ما الذي فعل. كالمعتاد وكما يحصل مع كل تظاهرة وكل احتجاج سلمي، هكذا يكون رد الفعل المبالغ به ضد المتظاهرين والمعتصمين والمحتجين بالعصي. جرى ملاحقة المتظاهرين كما شاهدنا، وجرى الاعتداء عليهم وعلى تلك الفتاة التي ظهرت في المقطع المصور، وأعيد المقطع أكثر من مرة، أعيدت اللقطة أكثر من مرة، حيث اعتدى على فتاة بضربها بقوة في مناطق حساسة. طبعا بمجرد نشر مقطع الفيديو بين المدونين على منصات التواصل الاجتماعي، حتى لاقى صخب المنظمات الحقوقية والناشطين وردود أفعال كثيرة وانتقادات طالت تصرف هذا الجندي
في مكافحة الشغب، كيف تصرف مع تلك المرأة المتظاهرة والتي خرجت بشكل سلمي طلبا للحقوق والوطن مع المتظاهرين. هناك كومنتات وردود أفعال كثيرة اجتاحت منصات التواصل، هناك من انتقد هذا العنصر الأمني وتصرفه الذي لم يجد له أي مبرر، فكيف يتصرف بهذه الطريقة وبهذا الشكل مع تلك الفتاة العراقية. على العموم سنبدأ التعليق الأول مع سروة عمر، تقول في تعليقها: سروة، بكل دول العالم المظاهرات شيء شرعي ومحترم من الكل إلا بوطننا العراقي، يضرب ويهان أمام أنظار الجميع، هذا حقنا بالديمقراطية، تحتاج تنهان، تسكت تنهان أكثر وأكثر، وتالي ما كفاكم قتلتوا مئات الشباب فقط لأنهم رادوا الحرية ووطن بلا أي أحزاب ولا ولاية. هناك أيضا تعليق آخر من عقيل، يقول عقيل في تعليقه: ترى الجندي ما يدري، عباله رجال ببنطلونها وتركض قدامه وضربها على منطقة حساسة، ما معقولة يقصدها، هسه هي شو موازيها بنص الزلم تركض، ويا تظاهرات هاي عمي تشرين قتلتها الأحزاب وماتت والله يرحمها. هناك أيضا مداخلة من سيد ناطق، يقول سيد ناطق في تعليقه: هاي البنية أشرط من هواي زلم نايمين بالبيت وتعبد الأحزاب وما عندهم انتماء للوطن، يعني أنت الجندي اللي شايل عصا وتضرب بالمتظاهرين مو عيب؟ ما خجلت من نفسك؟ شلون تتجرأ على ضرب بنية؟ هناك تعليق من قصي البدري، يقول قصي في مداخلته: والله خطيئ، ضربها حيل للبنية، ما تستاهل تكسر الخاطر، المفروض الدولة تنطيها تعويض، الله لا يوفقه، كون انكسرت ايده ان شاء الله. ماذا تقول وردة النرجس في تعقيبها على ما حصل مع تلك الفتاة في التظاهرة في إحياء ذكرى تشرين؟ تقول وردة النرجس: ما أعرف، أغلب الدول اللي دا تقول ماكو مثل الغيرة العراقية هي هاي الغيرة اللي تتشمت بنت بلدك اللي دا تنضرب، معقولة هاي نسخة منه إلى المنظمات الدولية والجهات التي تدعي حماية الديمقراطية بالعراق؟ وفق ضوابط ومعايير دولية جرى اختيارهم لخوض المنافسة وتمثيل بلدهم العراق في البطولة الدولية للحساب الذهني لمجموعة IPJ. ببساطة هم مجموعة من العباقرة والأبطال تم انتقائهم بدقة وبتمعن من إحدى المدارس الأهلية العراقية للصفوف الأولية، يحيى وأنوار ومحمد وأحمد شاركوا بمنافسة شرسة في تركيا مع أكثر من 22 دولة عربية وأوروبية، كان ثمار المشاركة الفوز وخطف المراكز الأولى عالميا. لقطات مصورة تناقلها المدونون على منصات السوشيال ميديا تظهر لحظة استقبال هؤلاء الأبطال الصغار الكبار بما فعلوه بعد فوزهم بالكأس وعودتهم إلى أرض الوطن ومقاعدهم الدراسية مع تلك الجائزة الثمينة التي خطفوها في هذه المنافسة ورفعوا اسم العراق. نائم العراقي بالمنافسات المعروفة شوفها بفضل الله تعالى، وهذا مصاح قف والله حتى القلوب والله الكريم، شال الهمة الملكات.
نحن جيل بعد جيل لا نبالي للمحن. صرخة الطفل العراقي بعد نيله المركز الأول وفوزه مع رفاقه في البطولة الدولية للحساب الذهني لاقت انبهار الشارع العراقي، نخبة وناشطين وتربويين وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لما فعله هؤلاء الصغار في هذه المنافسة. عدد من ردود الأفعال، عدد كبير من التعليقات والتعاطف والتشجيع والفرح لهذا الفوز الذي خطف في هذه المنافسة. وقفنا لكم على بعض من تلك التعليقات وردود الأفعال التي جاءت على ما فعله هؤلاء الأطفال وهذه الفرحة العراقية بامتياز في منافسة قوية. وهنا تعليق من سامراء الحضارة، هذا هو اسم المستخدم لكاتب تلك العبارات، يقول: مبدعين، نفحات الحياة، ألف ألف مبروك لسامراء هذا الإنجاز، مشاعر لا توصف، قد رفعوا رأسنا وآمالنا عاليا وجعلوا راية العراق ترفرف عالميا بين الدول، جعلهم الله قادة وقدوة لمستقبلهم. تعليق من سماح الجبوري، تقول سماح الجبوري في تعليقها: المركز الأول عالميا للفئة العمرية بي، يحيى رزوقي مع لقب الكأس الدولي، المركز الثاني للفئة العمرية سي، أنوار أحمد مع لقب الكأس الذهبي، المركز الأول للفئة العمرية أي، محمد علي جمال مع لقب الكأس الدولي، المركز الثاني للفئة العمرية سي، أحمد إبراهيم مع لقب الكأس الذهبي. مداخلة أخرى من فراس، يقول فراس: تلاميذنا رفعت راس العراق، رفع وراية الله أكبر، فرفع شأنكم ومنالكم ومبتغاكم في رحلة موفقة أمامكم لتنالوا ما تتمنون، حفظكم الله وبارك الله بكم وبمديركم صاحب الأخلاق الطيبة أستاذ عبد الجبار. تعليق من محمد، يقول محمد في تعليق مطول، يقول محمد: من إبداع إلى إبداع، يستاهلون الفوز أهل العراق، هذا هو العراقي بكل محفل حاضر ومتألق، يا ريت أكو دعم حكومي وتقدير الهيتشي أبطال، مو كان المفروض أكو وفد حكومي يستقبلون هالأطفال بالمطار على الأقل، إذا مو دعم مالي دعم نفسي، لو حرام إمتى نصير مثل الدول؟ ما أدري. صورة بألف كلمة، ومع هذا قد تختفي منك العبارات أو تصاب بالصدمة وأنت تحاول التعبير أو التذكير بما ستشاهده في الصورة، وقد يتساءل أحدكم: ما به هذا الطفل؟ ما الذي حل به؟ هل لسعته نحلة سامة مثلا؟ أم تعرض لجرثومة أصابت عينه؟ أم سقط من سلم مرتفع؟ أم ثمة من ضربه وقام بتعنيفه؟ بداية، هذا الطفل هو طالب في إحدى المدارس العراقية، ادعى أنه تعرض للضرب المبرح والتعنيف لسبب غير معلوم من قبل معلمه في المدرسة، ما تسبب له بضرر نفسي وجسدي وإصابة في إحدى عينيه، إصابة بليغة. فهل تتوقعون أن هذه الضربة هي ضربة عصا، ضربة يد، أم أن هناك سبب آخر؟ شاهدوا معنا ولكم الحكم طبعا بعد مشاهدة مقطع الفيديو، وأيضا للمدرسة حق الرد على ما جاء في مقطع الفيديو من الدعاء، لنتابع. ايش بيها عندك حبيبي؟ من وين؟ ما دور معلم؟ ايه يا مدرسة؟ مدرسة الحميد؟ اسم المعلم؟ هاي ضربك بإيده بشنو؟ بالعصا. بالعصا على عينك؟ ايه. ايش بيها عندك حبيبي؟ من وين؟ ما دور معلم؟ معلم؟ ايه يا مدرسة؟ مدرسة الحميد. مدرسة الحميد؟ بس من المعلم؟
ضربك بايده بشنو؟ بالعصا. بالعصا هنا على عينك؟ بحسب إفادة الطالب أن معلمه قام بضربه بالعصا في مدرسته بمنطقة اليوسفية ببغداد. الفيديو المصور للطفل لاقى انتشارا واسعا وأحدث تفاعلا في منصات السوشيال ميديا، وفي مقابل ذلك أغضب ما حصل مع هذا الطفل أولياء الأمور، ومن جانب آخر هناك من شكك بصحة ادعاء هذا الطفل وما قاله، وأن سبب إصابة العين بهذا الشكل قد يكون لسبب آخر وليس نتيجة لضرب المعلم له. هناك تقاطع بالآراء، هناك من كتب تعليقات كثيرة وكومنتات جاءت غزيرة على ما حل مع هذا الطفل الذي انتفخت عينه اليسرى كما تشاهدون. سنبدأ التعليق الأول الذي سيظهر على الشاشة، وهذا التعليق والتعقيب جاء من زهير. يقول زهير: يعني صح هم وكحين بس مو هيك، ضربة عصا لا تكون نتائجها بهذا الشكل، أما الضرب ممنوع إذا كان الموضوع صحيح، المعلم عقوبته صارمة لازم تكون، وعلى الجهات المختصة فتح تحقيق ومعرفة المتسبب. تعليق آخر من عصام يقول، أو أنسام عفوا وليس عصام، أنسام حسن: لو مهما يكون ما يصير الطالب ينضرب، هو تربية وتعليم لو تخويف وترهيب، يعني المعلمين يقبلون أبنائهم ينضربون هيك؟ مداخلة من عمار محمد. يقول عمار محمد في مداخلته وتعليقه، ماذا قال عمار؟ يقول: لو كان أكو قانون رادع يطردوه من مكون التربية، والله أكبر شنو هاي القساوة على الطالب بالمدارس حاليا؟ والله لو كان هذا ابني إلا أفصل للمعلم كم مليون وعرف العشائر شو تسوي لو ثبت ادعاء الطالب. تعليق من أنسام البهادلي، تقول أنسام: العين إذا انضربت ما تصير بهالشكل، بل يصير بيها زراق، يعني بكل الأحوال شيء مو مقنع، يجوز هذه قرصة حشرة، لو زنبور، لو التهاب يصيب العين، كافي تسقيط بالمعلم بدل دوام وبدت الإشاعات. من قصة هذا الطالب الذي يقول أنه تعرض إلى ضرب وإصابة مباشرة في عينه اليسرى وأثر شكوك المواطنين وهناك من كان إلى جانبه، هناك أيضا مجموعة من القصص والأحداث على المستوى العربي وكذلك العالمي، سنتعرف على تفاصيلها لاحقا، لكن الآن سنتعرف على العناوين. وفاة عمو حاجي الملقب بأقذر رجل في العالم بإيران. توربيد يوم القيامة الروسي لإحداث تسونامي ونسف المدن. الرئيس الأمريكي بايدن يتلقى جرعة جديدة من لقاح كورونا. كم مرة يمكن للإنسان الطبيعي أن يستحم في اليوم الواحد فقط؟ مرة؟ مرتين؟ ثلاث مرات؟ البعض يستحم مرة واحدة كل يوم أو على الأكثر يومين. هذه هي الحدود الطبيعية للبشر الطبيعي، وإن تأخر موعد الاستحمام كثيرا ستتراكم الدهون والسموم داخل الجسم وتتسبب بانسداد المسامات الجلدية عدا انبعاث الروائح الكريهة. ولكن في حالة خارجة عن المألوف، توقف رجل إيراني واسمه عمو حاجي، توقف عن الاستحمام بالماء والصابون. الماء والصابون لم يلامسا جسده منذ أكثر من 50 عاما، حتى بات يلقب بأقذر رجل في العالم. هذه هي صوره أمامكم، واضح جدا أنه لم يستحم ولم يستخدم الماء أبدا، لأنه كان يخاف من المرض، كان يخاف أن يصاب بالزكام أو نزلات البرد أو المغص المعوي أو الحمى أو الإنفلونزا. عمو حاجي يعيش في قرية دجة بمحافظة فارس جنوبي إيران. الجميع ينفر منه ويهرب من رائحته الكريهة،
إلا أن أهالي القرية حاولوا مرارا وتكرارا، حاولوا إقناع أمو حاجي للاستحمام ولو لمرة واحدة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. ثم عادوا لإقناعه بالاستحمام ولو لمرة واحدة في حياته، يا أخي استحم، حتى استجاب لطلبهم، استجاب لضغوطاتهم قبل شهر من الآن واستحم أخيرا عمو حاجي. لكن على ما يبدو أن الماء لم يناسبه، وتسبب ذلك الاستحمام في تدهور حالته الصحية، إلى أن تم الإعلان عن وفاته يوم أمس عن عمر ناهز 94 عاما. هذا يعني أنه استحم لمرة واحدة في حياته قبل وفاته. وبالتأكيد هذه القصة أثارت اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي، وتحدثوا عن الأمر كثيرا، وكتبوا التعليقات الكثيرة وردود الأفعال الكثيرة التي جاءت على هذا الرجل الذي بلغ من العمر 96 عاما حتى توفي، وقبل أن يتوفى استحم لمرة واحدة وبطلب وبضغط من أهالي القرية التي كان يقطن بها. رحل عمو حاجي عنا وتوفي، وترك لنا هذه القصة لنتحدث عنها لكم. والآن سنتعرف على التعليقات وردود الأفعال كيف جاءت على وفاة عمو حاجي. يقول زيون العراقي: محد عنده رحمة ونظفه؟ لو باقين بس تأخذون صور وتخبرون به على أساس الشهرة العالمية، وهي عاد شلون شهرة بالقذارة، والحكومة والشرطة المجتمعية شنو دورها لو كيف ما يخسرها ماي لغسل وجه؟ هي هاي هي بلاد المسلمين؟ هناك أيضا تعليق من ترافة عشق، اسم جميل، يقول: بعض البشر نظيف من الخارج بس داخل أقذر القذارات، مسكين الله يرحمه، يجوز يطلع داخل أنظف من بعض الناس، فلا تحكم عن الناس من المظاهر. هناك أيضا مداخلة من وائل عبد الله، يقول: وائل، إذا هذا أقذر رجل بالعالم عاش هاي السنين الطويلة بدون استحمام وبدون ملابس نظيفة وبدون أكل صحي جيد، هذا دليل أنه قاطع لأصحاب النفوس الضعيفة أنه الأعمار بيد الله وليست بيد الطب الحديث. هناك أيضا تعليق من نورة محمد، تقول: نورة، هناك أقذر منه في العالم، القذارة الداخلية هي التي تسمى القذارة، أما هذا لا يدل على أي شيء. تعليق من باسم، يقول باسم: وهو بعيد عن السوشيال ميديا كان ربنا حافظه وعايش، وأول ما أظهرته على الشاشة الرجال انحسد من قر الناس عليه والحسد، جبته أجله، ما كان عايش وكويس. هذا طلع مكتوب بالمصري وأنا قرأته باللهجة العراقية. على العموم، هناك تعليق من حسين علي إدريس، يقول: يقال أنه يعيش في البراري مع الوحوش الضاريات، خرج في شبابه بنظرية مفادها أن الاستحمام والنظافة أمران مضران بالصحة، لذلك اختار اعتزال الناس والعيش وحيدا قبل أكثر من نصف قرن، صنع لنفسه قليونا من بور ماء وراح يدخن فضلات الحيوانات ويأكل الميت منها. توربيد بوسيدون النووي المعروف بيوم القيامة، المحمول بداخل الغواصة النووية الروسية بيرغورد في بحر كارا في القطب الشمالي. لماذا؟ من أجل اختبار التوربيد الخارق الحراري الذي أثار حفيظة العالم واهتمامه بعد إعلان روسيا إجراء مناورات قبل استخدامه في الحرب ضد أوكرانيا. هذا التوربيد المرعب يمكن أن يشكل انفجاراً بأمواج تشكل ارتفاعاً يصل إلى 500 متر، وقد يتسبب في مسح بريطانيا بأكملها عن وجه الأرض. كما يمكن لهذا التوربيد المدمر أن يحدث إعصاراً، هذا الإعصار سيتسبب بإزاحة مدن كبرى مثل نيويورك، لوس أنجلوس. أما الغواصة، هذه الغواصة التي تحمل هذا التوربيد الخارق النووي تعتبر أخطر غواصة في العالم، توصف بوحش المحيطات، توصف بعملاق البحار الذي لا يقهر. هذه القوة التي تحملها تلك الغواصة
هي قوة نووية قادرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية يفوق ارتفاعها نصف كيلومتر، وما هذا إلا غيظ من فيض قدراتها التدميرية. لنتابع بعض اللقطات عن هذه الغواصة وهذا التوربيد المنطلق منها، والعالم يترقب بحذر من استخدام تلك التوربيدات النووية المدمرة بهذا الشكل. العالم يترقب بحذر واهتمام تطورات أحداث الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بدعم من حلف الناتو وأمريكا، لكن التصعيد الروسي الأخير يكشف عن أسلحة فتاكة جديدة سيتم استخدامها في هذه الحرب. واحدة من بين تلك الأسلحة توربيد بوسيدون الذي تحدثنا عنه، أو توربيد يوم القيامة. وبما أن هذا الحدث عالمي يشكل اهتمام جميع الدول خوفا من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالتأكيد هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق سيد سلمان. يقول سيد: يتمنون يوم القيامة، إذا تمنيتوها رب العالمين ما يأخرها عليكم، لا تستعجلون على رزقكم. إذا صار يوم القيامة هل أعددتم لهذا الشيء من الصلاة والعبادات؟ اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. مداخلة وتعليق آخر من سهى نور، تقول سهى نور في تعليقها: اللهم يلا خلي نشوف النووي، وشفنا كل أنواع الحروب والأسلحة، ونفسي أشوف النووي كيف روسيا تقيم يوم القيامة وربها رب الكون هو الذي بيده ملكوت كل شيء. مداخلة من أوسكار، يقول أوسكار: يجربه على نفسه في حريقه، الله يأخذه ويأخذ كل واحد يبي يدمر الأرض، كفرة فجرة، ما وراهم غير التخريب والدمار. مداخلة وتعليق آخر، هذا كان آخر تعليق معنا على الشاشة، سننتقل للقصة الأخرى لكن بعد هذا الفاصل القصير، كونوا معنا. تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى جرعة من لقاح محدث ضد فيروس كورونا. دعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن. وقبل وقت قصير من تلقيه الجرعة في البيت الأبيض بواشنطن، قال بايدن: قال: أدعو جميع الأمريكيين إلى يحصلوا على جرعتهم بأسرع وقت ممكن، ما يمكنهم وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات. حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص ماتوا في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بكورونا. But for most Americans, one COVID shot each year will be all they need. And if you get it, you're protected. And if you don't, you're putting yourself and other people on unnecessary risk. The shot is free. So thank you. And now I'll show you just how easy it is to get that shot. You're not giving me the shot. No, I'm not giving you. All right. What am I doing? My left arm? Yes, sir. All right. It's
a necessity to deal with, making sure it doesn't become one. What's your reaction to the Saudis on oil, urging the U.S. not to use reserves? Sir, do you think it was a mistake for New York to withdraw its mandate for vaccines? Say again? Do you think it was a mistake for New York to withdraw its vaccine mandate for private employers? No, I don't think. That's a local judgment. Thank you. عشرون مليون شخص فقط في الولايات المتحدة الأمريكية تلقوا اللقاح المحدث، ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة أكثر من 260 ألف إصابة جديدة أسبوعيا ونحو 2600 وفاة وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. أما التعليقات حول هذه القصة بدأت كالتالي. نبدأ التعليق الأول مع تغريدة لأحمد عيد. يقول أحمد عيد: هذا شغلت يجرب لقاحات، بس لو يسموه بايدن لقاحات يكون أحسن، أريد هاشتاج بايدن لقاحات يصعد ترند. تعليق من ألجيري يقول: إشهار مجاني من أجل تسابق الدول الغبية لاقتنائه وقيام بلد العالم سام بزيادة الإيرادات وتفسير البلدان الفقيرة، أصلا خيرها بغيرها. تعليق من عادل يقول: عادل في تعليقه: هاي بعدهم يحشون بالعلاج واللقاح وفيروس كورونا حتى يروجون له اللقاح ويبيعون من عنده للعالم. مو ذاك اليوم طلع تقرير يقول 99% من فيروس كورونا طلع مصنع ومطور وتسرب من احدى المختبرات بالصين. كافي كذب وكافي لقاحات وكافي موت للعالم. تعليق ومداخله من ايمن يقول: ايمن، هذا بايدن اذا تساله باللقاح اخذت يا لقاح اخذت يقول لك مال شلل الاطفال، لانه مخرف وينسى هوايه وعنده تصرفات غريبه قدام الكاميرات. ان شاء الله الله يهديه ويعوف الرئاسه ويسكت ويروح يرتاح. هو اشباقي بعمرك، استرخي واهدأ رحمل جدك. تعليق اخر من مهدي صابر يقول: وهل تعلمون ان امريكا معدل اليوم للحالات يفوق 60,000 حاله في اليوم، ويعيشون حياتهم طبيعيا ولا يهتمون للامر، وحتى من اراد ان ياخذ الجرعه فله ذلك، ومن لا يريد فذاك شانه، ولا يفرضون عليه عراقيل في تحركاته وينكدون عليه حياته الخاصه. فعلا هنا يظهر لكم الفرق بين بلد الحريات والبلد الذي يدعي الحريات. تعليق اخر. لا يوجد تعليق آخر. وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج متداول، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم غد. وكل الشكر والتقدير للزملاء خلف الكواليس مع الزميل المخرج علي البحري، وتحية أيضا خاصة للزميل المبدع بسام النعيمي. نتمنى له التألق الدائم في مشواره الجديد مع التمثيل، وكل التحيات لكم. إلى اللقاء.